وفيليبو انزاغي احتج، وكاكا الان في ضربة الجزاء امامه فونتانا، هل هو الهدف الثالث؟ يتقدم كاكا ويسجل جول ثالث لمصلحة ميلان، الهدف الثالث لمصلحة ميلان والهدف الحادي عشر لكاكا هذا الموسم، والثنائية لكاكا في هذه المباراة ثلاثة اهداف لهدف واحد. جماهير ميلان تستمتع، وفريق ميلان يجد طريقه نحو الفوز الان بهذا الهدف الذي يطمئنه اكثر قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، يطمئنه الى ان الفوز سيكون الفوز الثالث والعشرين له هذا الموسم. وكاكا الكرة في جهة والحارس في جهة بكل براعة وبكل